السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحيكم أقرأ على حضراتكم هذه النشرة التي يستهلها بأهم العناوين. وزير الميزانية يستقبل إذا مستقبل واعد مع شباب الجيبوتيين حول الرواد. ترامب يتواعد بحظر السجائر الإلكترونية. إذا أهلا بكم. استقبل وزير الميزانية سيد عبد الكريم دمشير في مكتبه السفيرة الألمانية السيدة أنك هولتشاين، وذلك في مكتبه بالوزارة. هذا ورحب الوزير بالسفيرة الألمانية متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها خلال فترة عملها في البلاد، منوها أن البلدين تربطهما علاقات تعاون عميقة وتاريخية في المجالات المختلفة. من جانبها شكرت الدبلوماسية الألمانية في جيبوتي الوزير على الترحيب الذي حظيت به، كما تطرق الجانبان حول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. استقبل وزير الاقتصاد والمالية سيد الياس موسى دولي يوم الخميس الماضي السفير الروسي المعتمد في جيبوتي السيد ميخائيل غولفانوف، وذلك في مكتبه. هذا وركزت المناقشات على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقش الجانبان حول القمة الروسية الإفريقية القادمة التي من المقرر أن تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في 24 من شهر أكتوبر القادم. بعد 5 أيام من زيارة عمل في البلاد، عقدت وسيطة حقوق الطفل بجمهورية موريشيوس السيدة ريثا سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين من عدة وزارات. وفي هذا الصدد قامت وسيطة حقوق الطفل بجمهورية موريشيوس برفقة وزيرة شؤون المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن بزيارة إلى مقر وسيطة جمهورية جيبوتي السيد قاسم إسحاق. وخلال هذا اللقاء ناقش الطرفان حول العديد من المواضيع ذات المصالح المشتركة تتقدمها حقوق الطفل وأهمية حماية حقوق الأطفال في كلا البلدين. وشارك في هذا اللقاء الأمين العام بوزارة شؤون المرأة والأسرة إضافة إلى المستشار القانوني في الوزارة. وقامت السيدة ريتا برفقة الأمين العام لوزارة شؤون المرأة والأسرة والأمين العام في وزارة شؤون المرأة والأسرة السيدة أنيسة حسن بهدون والمستشار القانوني السيد جام عثمان بزيارة إلى مقر الأمين العام لوزارة العدل السيدة مكي عبد القادر. وأشادت وسيطة حقوق الطفل بجمهورية موريشيوس بالعمل الرائع والإنساني الذي قامت به حكومة جيبوتي لأطفال الشوارع متمثلة بوزارة شؤون المرأة والأسرة. نظمت وزارة الصحة دورة تدريبية مخصصة لمسؤولي الأطباء وكوادر من وزارة الصحة حول استخدام تطبيق نظام لإدارة البيانات على شبكة الإنترنت والبرامج الصحية الأخرى عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات. وتسعى وزارة الصحة إلى التخطيط لإنشاء منصة حول بيانات رقمية على شبكة الإنترنت تهدف إلى تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحسين إمكانية الوصول إلى نظام المعلومات الصحية بشكل سريع وواضح، كما تهدف هذه الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في هذه الأعمال بغية تطوير مهاراتهم حول كيفية استخدام البيانات الصحية عبر الإنترنت، وذلك لتحقيق أهداف الوزارة المعلومات واتخاذ القرارات اللازمة، وذلك لتحسين النظام الصحي الوطني. أشار مدير المعلومات الصحية في هذا الصدد السيد محمد أن هذه الدورة ستقوم بتدريب حوالي 500 من الأطباء المسؤولين وكوادر وزارة الصحة من جميع المستشفيات والعيادات الصحية في كافة التراب الوطني والنواحي الريفية، كون أن عمليات تسجيل البيانات عبر منصة الإنترنت ستطبق في كافة التراب الوطني، وذلك بغية الحفاظ والحصول على المعلومات المتعلقة ومتابعة حالة المرضى. في جيبوتي احتفل الهلال الأحمر اليوم السبت باليوم العالمي للإسعافات الأولية،
وفي هذا الإطار نظم الهلال الأحمر دورة تدريبية حول الإسعافات الأولوية، وذلك لصالح دوية الاحتياجات الخاصة بمقر الهلال الأحمر في جيبوتي. وشارك في أشغال الدورة أكثر من 20 شخص من أعضاء الشبكة الوطنية لدوية الاحتياجات الخاصة، وتهدف هذه الدورة إلى تقديم للمشاركين المعرفة حول أهمية الإسعافات الأولوية في متناول الجميع مبادرة إنسانية لإنقاذ الأرواح، والإظهار أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم القدرة أيضا على التعلم حول كيفية تقديم الإسعافات الأولوية وإنقاذ الأرواح. في مداخلة للمسؤول المكلف بشؤون الاتصالات السيد عيسى حسن، أشار على أهمية الإسعافات الأولية والدور الرائد الذي تلعبه جمعية جيبوتي الوطنية للهلال الأحمر في هذا المجال، وذكر أن هذا اليوم مشهور في جميع أنحاء العالم من أجل تقديم دعما، وذلك من خلال استخدام الإسعافات الأولية. قامت جمعية أبي بالتعاون الوثيق مع جمعية أجاس بتقديم هبة مكونة من المستلزمات المدرسية، وذلك لصالح الأطفال من عائلات ذوي الدخل المحدود القاطنة في حي الجبل. وتتكون هذه الهبة من الكراسي والحقائب والأقلام وغيرها من المستلزمات المدرسية، وتهدف هذه الهبة إلى المساهمة وتشجيع الأطفال في تحقيق النجاح خلال مشوارهم التعليمي والوقوف إلى جانب العائلات البسيطة وتلبية الاحتياجات المدرسية لأطفالهم. عاونت شعب الجبل ونعطي سامان لصحب الجبل، وأشكر كمان العدسة اليوم اللي أجت معناته تعطي لكل الأطفال المحتاجين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقدت سفارة الولايات المتحدة في جيبوتي بالشراكة مع الشباب الذين شاركوا في برنامج مونديلا واشنطن فولشيب للقادة الأفارقة الشباب، عقدت ما يعرف أو المعروف باختصار يالي، أقادت جلسة إعلامية حول معايير الاختيار والتأهل للحصول على منحة مونديلا واشنطن لعام 2020، وذلك في مكتب البلدية. وشكلت هذه الجلسة الإعلامية فرصة للمرشحين المهتمين بالبرنامج لطرح الأسئلة حول كيفية الترشح وإجراءات الاختيار والفرص التي يمكنهم الاستفادة من مبادرة الرئيس باراك أوباما. ويعد برنامج مونديلا واشنطن برنامج تدريبي هام يهدف إلى تعزيز التنمية في إفريقيا وإعطاء شباب قارة السمراء الفرصة لتطوير مهاراتهم القيادية، وبالتالي تعزيز التنمية في بلدانهم والمشاركة في عمليات التنموية لبلادهم. هذا وأجرى التلفزيون الوطني لقاء مع إحدى المشاركات في هذا البرنامج، وهي الزميلة عو عبدي التي قررت أن تشاركنا خبراتها التي حصلت عليها خلال مشاركتها في هذا البرنامج في الولايات المتحدة. فالمتابعة طبعا كنت ضمن سبعة قادة الشباب الأفارقة الذين تم اختيارهم لعام 2019، وكنت أيضا ضمن 700 من قادة الشباب الأفارقة في 49 دولة إفريقية. كنا طبعا نمثل جيبوتي، وتم توزيع 700 على 31 جامعة في الولايات المتحدة، وأنا كنت من الذين تم اختيارهم لمشاركة ومتابعة برنامج في مدينة ماديسون التابعة لولاية ويسكونسن. طبعا كنت الوحيدة من الجيبوتيين الذين استفادوا من هذا البرنامج في هذه المدينة، وطبعا من الذين تم اختيارهم تم توزيعهم على الولايات أو المدن المختلفة لولايات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا البرنامج هو برنامج غني
وبرنامج فعلا يهم أو يمس جميع المجالات، خاصة في مجال المشاركة، وشخص يكون نشيط في المجتمع المدني وشخص يود أن يطور من برنامج مجتمعي، يكون مشارك في منظمات وهيئات حكومية في بلده. إذن تقبل الله الصلاة منكم ومنا إن شاء الله تعالى مشاهدينا الكرام. والآن نواصل ما تبقى من النشرة إليكم أعزائي المشاهدين تقريرا يتناول حول عالم الروبوهات وشباب جيبوتي. وعيس مهدي ورسام ياسين وعبد السلام أحمد وحميد هارون هم من الشباب الذين يأتون من الآفاق المختلفة، ولكن لديهم شغف مشترك والروابط تجمعهم وهما روبوتات. إنهم لا يبدون من العلماء، ولكن وكلمتهم رئيسية في هذا المركز تجمع اليوم مجتمع كامل من العازفين. الجميع عندما لا يعملون معا يصبح كل واحد مشغول في زاويته، مثل وعيس مهدي الذي هو مشغول في استخدام دائرات بدون طيار وهليكوبتر التي تقوم بنقل المعدات الطبية على مسافات تبعد 8 كيلومترات. كما أنه وقبل كل شيء تحرص على تصوير الجوي. أما بالنسبة لورسمي فهو منحنك في استخدام روبو، حيث يقوم ببرمجة قواعده ويقوم بإنشاء إعدادات جديدة، وهذا يجعله الذهاب بعيدا في إبداعاته. بالنسبة لحميدة فهي خبيرة في طباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تقوم بتشخيص الملابس وغيرها بسبب تطور سريع لاتجاهات التي يسمح في سيادة الأعمال التجارية للطباعات النسيج. جميع هؤلاء الشباب رواد في مجالات غير معروفة للجمهور. أنا أمارس هذا النشاط منذ أن كنت الثانوية، وأنا سعيد لانضمام هذا المركز الذي يتمتع على أجهزة والأدوات تساعد لصناعة روبوهات والابتكار أشياء أخرى، ونحن ندعم بعضنا بعض من أجل إبداع فكرة جديدة. ويعتبر استخدام روبوهات مجرد نقطة انطلاقي لهؤلاء الشباب الذين يكتسبون مهارات قيادية ويتدربون في عمل معا. روبوتات هي وسيلة ممتازة للتعلم، كما أنها تسمح أيضا بتوسيع مجالات الإبداع. إن الروبوتات لديها العديد من الفرص، لأنها تحتوي على تطبيقات في العديد من المجالات، مثل الروبوتات الجراحية، تكنولوجيا زراعية التصنيع، والتعامل بين الإنسان والآلة وغيرها. J'ai fait partie des jeunes qui ont participé au concours. شاركت ضمن، وقالت حميدة هارون، شاركت ضمن الشباب الذين شاركوا في مسابقات روبوهات في نسختها الرابعة في قنا، حيث فزنا في مرتبة الثانية، وقمنا في هذا المكان بصناعة روبوهات خاص بنا، وكانت مشاركتنا فرصة لنا حيث تبادلنا خبرات مع الدول المشاركة الأخرى. وأنا أحب كل ما يتعلق بالروبوهات. إذن نبقى في القارة السمراء. التقى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك برئيس جنوب السودان سلفا كير في جوبا. إذن المزيد في هذا التقرير. وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة تستغرق اليومين، هي أولى التي يقوم بها رسميا منذ تولي منصبه. والتقى حمدوك رئيس الجنوب السودان سلفا كير وتباحث حول الخلافات الحدودية بين البلديهما والتجارة النفط. لدى وصوله في جبة عن سعادته للتواجد في بلده الثاني جبة. وعقب اجتماع بين حمدوك وكير الذي استمر ساعتين، صرح وزير الخارجية الجنوب السودان
أن التصعيمين ناقشا قضايا لم تحل بموجب الاتفاق السلامي في عام 2005 الذي أنهى عقدين من الحروب مع الخرطوم ومهد طريق لاستغلال جنوب السودان في 2011، ويشمل ذلك ترسيم الحدود بين البلدين وقضايا التجارة وحركة المواطنين. إذن والآن ننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث أعلنت حكومة دونالد ترامب يوم الأربعاء 11 من شهر سبتمبر أنه سيتم حظر السجائر الإلكترونية للبيع في الأشهر القليلة المقبلة. حكومة دونالد ترامب يوم الأربعاء 11 من شهر سبتمبر الجاري أنه سيتم حظر السجائر الإلكترونية المنهكة للبيع في الأشهر المقبلة لإحباط نجاحها المتزايد في المؤسسات التعليمية الإعدادية القاثانوية الأمريكية. وأدت 6 حالات وفاة وانتشار لمرض رئوي غامض، وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحدي مفاجئ لهذا الافتراض، وألقى بحالة من الشك على خطط الشركات التقليدية لصناعة التبغ للتوسع في صناعة السجائر الإلكترونية. وفي غضون أسابيع قليلة ربط الأطباء في 33 ولاية أمريكية 450 حالة إصابة بأمراض رئوية على الأقل باستخدام السجائر الإلكترونية. وبعد وفاة بعض المرضى أصدر مركز التحكم في الأمراض الوقائية منها تحذيرا صريحا يطالب الرأي العام بتجنب السجائر الإلكترونية تماما لحين معرفة أسباب الوفيات. نبقى في أمريكا، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن منخفضا جويا بالقرب من جزر البهاما قد تحول إلى العاصفة المدارية هامبرتو التي تهدد بضرب الجزر بعد أقل من أسبوعين من تدمير إعصار دوريان للجزر. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة الأرصاد الجوية أن هامبرتو من المرجح أن يجلب رياح قوية ترافق العاصفة المدارية وأمطارا غزيرة على أجزاء من شمال غربي جزر البهاما اليوم السبت. ويتوقع أيضا أن تؤدي العاصفة المدارية هامبرتو إلى هطول أمطار غزيرة وبعض الفيضانات المفاجئة في ولايات مختلفة. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا قد وصلنا لنهاية نشرة، إلى اللقاء.